النهار، ولا جعله الله بآخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون ويضج الضاجون. والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. إنا وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم. سيدي فنفوزا فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففي ردات رؤوس الآل للحفرين
يا زائري هنيئا للزوار، اللهم اجعلنا منهم ونيتنا مع الزائرين. يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت فيها، خذوا تربها كحلان إلى البصر ولهفتا لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهن في الحفر. صورة زيارة بنات الرسالة بأي صورة؟ قال رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائد ذعري، فتلك تدعو حسينا وحسينا حسين 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 وحسينا، فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر، وتلك تصرخ وجداه وأبتا، وتلك تصرخ ويتمى في الصغر. صورة أخرى يصورها الشاعر: فلو تروا أم كلثوم مناشدة بالله لا تنثروا تربا على قمري، لا تغسلوا الدم من أطراف لحيته، خلوه عليها خضاب الشيب والكبرين، لا تدفن الرأس وحسينا وإماما، لا تدفن الرأس إلا عند مرقده، فهذه روضة الفردوس والزهرين. بعد أكمل قال: لا تدفنوا عنهم العباس. قمر العشيرة وين مدفون؟ وين الحسين تزوره؟ وين تزور أبو فاضل؟ بعيد بعيد أبو فاضل. لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا الرأس عن جسمه حتى اليدين. تزور تشوف أبو فاضل لو ما تزورها؟ فالرأس عن جسمه حتى اليدين بري يا راجعين السبايا قاصدين إلى
أرض المدينة ذاك المربع الخضري خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم. عادة المسافر إذا رجع إلى أهله يأخذ معه هدية تحفة، ولكن هديتك يا زائر من كربلاء وأنت تريد رسول الله ماذا تأخذ؟ خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفر تربة كربلاء مزجت بدم الحسين مزجت بدم علي الأكبر مزجت من دم القاسم من دم أبي الفضل العباس من دماء الشهداء فيا لها من تربة كل الفخر نلتينا كل الفخر نلتينا. وصل صوتك إلى كربلاء كل الفخر نلتينا كل الفخر يا كربلاء من حظك كل الفخر أرض المدينة راضة وبغداد راضهر ولا بلد نزلوها إلا وأرى وانت عليهم فزتي بالجثتين وانت عليهم فزتي بجسم تضمنت كل الفخر نلتينا كل الفخر يا كربلاء من حظك كل الفخر طوبى إليك من تربى يا الصعاب أنو يوم القيامة الجنة مكتوبة أبدا فلا يتحاسب من يندفن إكرام للي تعفرت في تربتك خده كل الفخر نلتينا كل الفخر يا كربلاء يا كربلاء من حاض كل الفخر وزيارتك قال النبي 70 حجة ما تنقطع زوارك منهم مقيم وشا يرجو الشفاعة من غريب بنظل ده مساء
طوبى لهم لمن أتاو يوم الحشر يرجو إلا كل الفخر نلتي كل الفخر يا كربلاء منحى كل الفخر كل الفخر كل الفخر نلتينا كل الفخر يا كربلاء من حظك كل الفخر بكل فريضة تروح للحاير الشيعة ومن مشهدك تطلع وتقصد للشريعة تزور تزور القمر الأزهر أبو جفوف القطيعة شيال باركم أسور لها بعد الزيارة أوصلك هناك أوديك إلى كربلاء بعد الزيارة للمخيم بالبكا نعود بس ما نطبها تسيل دمعتنا بالخدود نذكر نذكر منادى بن سعد يا قوم فرهاد حرقوا الخيم سلبوا الحريم لها ونذكر وقوف مخدرتكم شابحة العين للمعركة والخيل حاطت الصواوين تنادي يا عدوان الله الله بهالنساوين لا تروعوا اوراق برب البريه يا حسين كلنا نعتني لك لكربلا نزور ايه اقرا وياي يا حسين كلنا نعتني لكربلا بس ما نوصلكم وننظر ننظر ذيك ندخل الحاير بالحنين ولطم لطم وندور مثل الجلاب لفارق حميه وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى الظالمين آل بيت محمد صلى الله عليه وآله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قوله صلى الله عليه وآله مكتوب عن يمين عرش الله عز وجل إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم
محمد وارحمنا بهم يا كريم. لأبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه خصائص كثيرة خصه بها الله عز وجل، فنقرأ من خصائصه: جعل الله الإمامة في ذريته، هذه خاصية للحسين. خاصية أخرى: وجعل الشفاء في تربته ولا أحد يشك إذا أصابه مرض وعجز عنه الأطباء يستخدم تربة الحسين فيشفى. أحد يشك؟ لعن الله الشاك. والخاصية الثالثة: وجعل استجابة الدعاء تحت قبته. مجرب لو ما مجرب وأنت تمسك بالشباك؟ العام الماضي في الأربعين كنا عند الحسين، وكم إنسان كان يمسك بشباكه، والسنة 20 مليون تزحف إلى كربلاء، منهم مسلم وغير مسلم، إلى تلك القبة العظيمة. لماذا هذا الكم الهائل؟ ولماذا يزداد عدد الزوار؟ الجواب عند رسول الله صلى الله عليه وآله، مكتوب عن يمين عرش الله عز وجل: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. من خصائص الحسين أن الله تبارك وتعالى جعل له هداية خاصة. الحسين عنده خصائص كثر، إذا تريد أكو عندك كتاب الخصائص الحسينية لشتري عليه الرحمة، كتاب عريق يذكر خصائص الحسين. من خصائص الحسين، أقف هذا اليوم على خاصية واحدة هي سر تضخم العدد الهائل من الزوار. كل سنة تزيد، كل سنة تزيد، وكربلاء لا تضيق بأهلها. هذه المعجزة الأخرى، خاصية أيضا لكربلاء ما تضيق بأهلها. الهداية الحسينية التي أشار لها النبي صلى الله عليه وآله، هذه خصه الباري عز وجل بها. الله له هداية أو لا؟ لكن الله لا يهدي، والله لا يهدي القوم الكافرين. صحيح والله لا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صحيح أو لا؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. القرآن موجود في هالشيء، لكن الله أعطى الحسين هداية تختلف. الحسين يهدي القوم الفاسقين، ويهدي الظالمين، ويهدي الكافرين. هذا مو مغالات في الحسين، لا، الله هو الذي أعطاه هذه الهداية. وأذكر لكم قضايا من فضائل الحسين عليه السلام في هداية البشر. أول قضية أذكرها: رجل كان فاسق ومبتعد عن الله عز وجل، اتفق أن هذا الرجل أصبح سائق لسيارة أجرة، ركب في هذه السيارة مجموعة من العلماء طالعين من النجف إلى كربلاء. بعض العلماء من عندهم أخذ يمزح ويا السائق، فقال له بعض الحاضرين في السيارة من المعممين: قال لا تمزح مع السائق، ربما يتضايق. السائق التفت قال: لا، أنا ما أتضايق منكم، لأنكم سبب هدايتي. بدأ يفتح ملف حياته، شنو القضية؟ قال: أنا كنت إنسان منحرف فاسق، زين، ما عندي أي استعداد للهداية، والله أسمع مئات الخطباء على المنابر والقرآن وكذا، ومصر على انحرافي، خمر أشرب والعياذ بالله، النفس المحترمة قتلتها، قتلت، ارتكبت الموبقات، ومرت حياتي هكذا. يقول: يوم من الأيام مررت على أحد المآتم، وكان الخطيب يقرأ، أنا ما أدخل الماتم،
المسجد ما أروح، شلون أدخل الماتم؟ يقول لكن ما أدري شلون انجذبت باسم الحسين، اسم الحسين مغناطيس جذبني، قلت أنا أدخل وأقعد تحت منبر أبو علي أبو السجاد أشوف شنو هالخطيب يريد يقول. يقول أخذ يحشي الخطيب وجاب قضية كربلاء وتضحيات الحسين عليه السلام. يقول أنا ما تمالك نفسي أخذت أبكي، ودخلت هداية الحسين في قلبي. أنا ما كنت مستعد أصلا إلى الهداية، ومن ساعتها ونويت أنا تحت منبر الحسين أستقيم. طلعت من باب الماتم رأسا إلى المنزل، اغتسلت، لبست ثياب نظيفة، وذهبت إلى حرم الحسين عليه السلام كربلاء الرجل، وصليت ركعتين، ركعتي الزيارة وركعتين قرب إلى الله وشكر على الهداية. استقامت حياتي، انفتحت لي آفاق في حياتي، بنيت أسرة، تزوجت، عمل، خيرات تأتيني من كل مكان ببركة الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. هذه قضية الهداية الحسينية. القضية الثانية، رجل من شأنه أن يخرج من كربلاء إلى النجف، يطلع من عند الحسين يروح يزور أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن مشيا على الأقدام، يمشي، تعود على هالقضية. فمر على أحد البساتين، قال لماذا لا أمشي في وسط البستان لأختصر الطريق بدل ما أروح من طريق بعيد. يقول مشيت في وسط البستان، وإذا صاحب البستان يأتي جاني، ليش أنت هنا؟ ليش هنا؟ قال أنا مو أريد أختصر الطريق لأزور الأمير المؤمنين عليه السلام. قال لا، ما أسمح لك، هذه أرضي. قال أريد أزور الإمام علي، تسمع أو ما تسمع؟ قال وإن؟ قال سوف أذهب إلى أمير المؤمنين وأشتكي عليك عنده. يقول طب يزور، كل ما يطب على أمير المؤمنين الله يرزقنا في الدنيا زيارته في الآخرة شفاعته، أشتكي على هذا الرجل. تلك الليلة نمت في النجف، أنا موجود، غفت عيوني وإذا أبو الحسنين على رأسي. ليش بالله تدعو على هذا الرجل؟ شنو تريد من عنده؟ ماذا تريد منه؟ يقول قلت له هذا ما خلاني أمشي في طريق مزرعته لأختصر الطريق لزيارتك. قال ولكن هذا الإنسان له حق علينا، هذا مو من شيعتكم، مو من محب أهل البيت، شلون له حق عليكم؟ قال هذا الرجل في أحد الأيام كان يسقي زرعه، كان يوم صيف وبرودة الماء وحرارة الشمس، تذكر عطش ولدي الحسين عليه السلام فترقرقت منه دمعة، هاي الدمعة تشفع له. يقول بالله هذا خلص من الزيارة ورجع على الطريق، رايح إلى كربلاء، مر على المزرعة وإجي لهذا الرجل، هل شكوت علي عند أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال بلى، ولكن قال لي عجب، هل عجب؟ قال أنت يوم من الأيام تسقي الزرع وذكرت ابنه الحسين وبكيت، صحيح أو لا؟ الرجل نزل رأسه واختنق بعبرته، خديبتي. يقول هاي القضية ما حد يدري بيها، كيف علم بها الإمام علي عليه السلام؟ ووجه وجهه إلى الحسين وقال لبيك، أريد أسمع من عندك، لبيك لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. وراح مسك الشباك وسار على طريق أبو علي وصار من المؤمنين. الهداية من وين جت؟ أسألك، هداية الحسينية. هاي قضية. القضية الثالثة سمعتها من رجل كبير في السن موجود لا يزال على قيد الحياة، من قرية سماهيج. كنت أقرأ في مأتم الشباب وأنا نازل من بعد القراءة جاب لي هاي القصة. يقول أنا اشتغلت مدة طويلة في المملكة العربية السعودية، وبالضبط كنت في مدينة سيهات
كان عندي صديق، هذا الصديق يحط إلى تعزية على الحسين عليه السلام، مو العشر الأولى، الثاني. يقول عنده جار ليس من الموالين، يأتي إليه ويقول تأذون بهالقراية وبهالنياحة، ولو سامع موسيقى ما يتأذى، لكن سامع حسين حسين ما يحب هذا الشيء. يقول أنا قلت إلى لما أخلص تعزيتي عندي نية أروح إلى كربلاء زيارة الأربعين، ملتفت وإذا وصلت إلى الحسين سوف أشتكي عليك عنده. أقول أنت ما تحب نعزي؟ قال اشتكي، شنو تريد تسوي سوي. يقول هذا الرجل خلص التعزية وإجا إلى كربلاء وطب زور، يدخل الحرم يشتكي على هذا الجار، يطلع طالع القبة يشتكي على الجار اللي ما يحب تعزية الحسين. في نفس الأيام باقي يطلع من كربلاء يومين ثلاثة، رأى في ليلة الجمعة بعالم الرؤيا الحسين عليه السلام. لكن أسألك على جسم راس لو ما عليه، وقال له أنت تشتكي على هذا الجار ليش؟ له حق علينا، هذا الجار خدم زواري، خدمهم من عيونه وما ممكن نؤذيه بشيء. والقضية ترجع إلى قبل 40 سنة، تراها هو نفسه نساها. يقول هذا كان مرعي، يرعي إبل، التفت أولا بالصحراء. يوم من الأيام قافلة طالعة من الإحساء متوجهة إلى كربلاء، تلبي نداء الحسين. هاي القافلة ظلت الطريق طبيعي، الماء نفد، الطعام نفد، والتقوا بهذا الراعي، هذا جارك كان يرعي إبل، التقوا به. ماذا صنع لهم؟ ما آذاهم، ما يعطاهم طعام، أعطاهم وأكثر من هذا دلاهم على كربلاء. قال لهم هذا الطريق كربلاء، ووصلوا إلى زيارتي ببركة هذا الرجل. هذا بعد خلصت زيارته رجع إلى بلده، التقى بجاره نوع المستهزئ، يقول له اشتكيت علي عند الحسين؟ قال له ايه اشتكيت، لكن الحسين ما يآذيك، انت ما يآذيك، ليش بالله ليش ما يآذيني؟ قال له لأنك يقول خدمت زواره قبل 40 سنة، تذكر لو ما تذكر، وانت ترعي الإبل، قافلة طالعة من الإحساء، أشبعتهم، رويت ظمأهم، ودللتهم على كربلاء. يقول هذا بعد أخذ رجع ذاكرته إلى الوراء، يقول هاي القضية أنا نفسي شلون الحسين يعرفها وسجلها. من الآن عهد بيني وبين الله، مع الحسين نويت أن أذهب إلى كربلاء، وأنت وياي على حسابي الخاص. يقول فعلا طلعت وياه وجينا إلى كربلاء، وتعجب من الزوار، يشوف هذا يدخل يمسك الشباك ويصرخ حسين، وذاك عنده حاجة وهذا يقرأ أبيات على الحسين، وذاك ينعى وتلك تطلب حاجتها. عاش عالم عجيب بعيد كان عنه. من لحظة قال أنا حسيني من اليوم، بعد ما أنسى أبو علي، كل سنة 40 وصل عند أبو علي وأزوره، وسار على خط الحسين. أي قضية، ما الذي هدى هذا الرجل؟ أسألك، رجال ظالم مبتعد عن الله، ولكن الحسين هداه. والقضية الأخرى قضية الراهب الذي مر به في صومعته، القافلة التي بها السبايا، لما مرت بهذا الراهب ورأى رأس الحسين عليه السلام تعجب، رأس من هذا؟
قالوا هذا رأس الحسين ابن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. طيب أريدها الليلة هاي بس عندي. وكان مسيحي يعني كافر بتعبير آخر، كافر كتابي مو مسلم، ولكن تلك الليلة رأى رأس الحسين منه عجب نور، ويقرأ كتاب الله عز وجل، والملائكة تنزل تهبط تصعد وتسلم على الحسين: السلام عليك يا أبا عبد الله. فاحتضن الرأس الشريف وقبله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. وطلع من الظلام إلى النور، وقتل لأنه دخل الإسلام ببركة رأس الحسين عليه السلام. زين. والقضية الأخرى التي أختم بها مجلسي، ورانا زيارة، كلنا جايين نريد نروح كربلاء، لولا نريد نروح، وإن شاء الله مكتوب مع الزوار بهاليوم هذه إلك مكان وإلك سطر من كتاب الحسين ومن دفتر أبو علي يسجل اسمك فيه إن شاء الله. لكن أبو علي يريد من عندك اليوم صرخة وحسينة، أريد من عندك دمعة، أقول لك دموع، إذا تنزل دموع من عيونك اليوم أنت بخير، وهالدموع لا تنشفها، لا أقول لك امسح بها إيدك، ولما أختم مجلسي ارفع إيدك إلى السماء: يا رب تجعلني السنة القادمة في الأربعين عند الحسين ومن أنصار الحسين ومن الثابتين على طريق الحسين، ولا تنسى الحوائج المتعسرة، مساجين، هموم، غموم، مرضى، حوائج متعسرة إن شاء الله تنقضي ببركة هالدمعة. قضية التي أريد أن أختم بها قضية الرجل المدعو بالشاعر الخليعي، سمعانين به لولا؟ ما أعتقد واحد ما يحفظ شعر الخليعي. بيتين، هذا ما عنده فقط بيتين، لا عنده أبيات كثر، عنده مطولات في رثاء الحسين. هذا الإنسان شنو قصة الخليعي؟ أمه ناصبية، أبوه ناصبي، أسرة تنصب العذاء للحسين وأهل البيت. فنذرت أمه: إن الله عز وجل رزقني ولدا ذكرا أجعله إذا كبر على طريق زوار الحسين يقطع طريق الزوار من نصبها العداء. الله أعطاها ولد وتربى في أسرة ما تعرف أهل البيت، ملتفت لولا، إلى أن شب وقوي عوده سلمته إلى عصابة تقطع طريق زوار الحسين. شايف هذا اللي يخلي إلى حزام ناسف ويفجر نفسه، يريد يقطع الزوار وطريق الزيارة ويغتال الزوار. هذا كان موتوه من زمان، القضية من زمان. فجلس المسكين على قارعة الطريق، بعد الآن أكو عنده قدرة يسلب يقتل. فجلس على الطريق فغفت عينه طريق الزوار، غفت عيونه ورأى في عالم الطيف. شنو شاف؟ القيامة قامت وقد غللوه بالأصفاد والأغلال يسحبونه إلى نار جهنم، وإذا المنادي ينادي: ارجعوا لا تدخله النار. ليش؟ لأن عليه غبار زوار الحسين، غبار فقط، غبار. هذا بعد انتبه من رؤياه وشاف القوافل تمشي وقال معهم: إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار. غبار زوار الحسيني، ومع الزوار صرخ: لبيك 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 لبيك، لبيك.
خل ما تم المرخ اليوم يضج لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. لذلك لا تلوم جابر الأنصاري، لا تلومه، رجل صحابي جليل يعرف كلمات النبي صلى الله عليه وآله، وسجل اسمه أول شخص يزور الحسين عليه السلام. هنيئا له. شلون زار أبو علي؟ خلنا نزور وياه وبعدين نزور مع زينب، نزور مع علي السجاد، نزور مع الأسرة الطاهرة التي جاءت وكلها أحزان وكلها مآسي وحسينا. يقول عطية العوفي: لما وردنا كربلاء دنا جابر من ماء الفرات. شوف آداب الزيارة، اغتسل وأتزر بإزار وارتدى بآخر كهيئة المحرم، الله أكبر، ونثر على بدنه شيئا من السعد والذريرة، اتعطر ثم مشى خطوات أمسك بيدي مكفوف ما يجوف، فأخذ يقبض قبضات من التراب، من تراب كربلاء يشمها يرميها، حتى قبض قبضة فأطال شمها وغرورقت عيناه بالدموع، وأخذ يبكي يهتز في بكائه حتى غشي عليه. يقول: رششت وجهه بالماء أفاق من غشوته، ووضع يده على ذلك القبر الشريف تفوح منه روائح زكية، وقال ثلاثا: حسين، انت مع جابر تصرخ يا حسين، يا حسين، يا حسين، 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 يا حسين، 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 يا حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك والجواب، وقد شخبت أوداجك على أثباجك، وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن سيد الأنبياء والمرسلين وابن سيد الوصيين، وأنك حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، وكيف لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين، ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت في الإسلام عشت سعيدا ومضيت حميدا، غير أن قلوب المؤمنين غير راضية بفراقك وحسينا، ولا شاكة في حياتك، السلام على الخد التريم، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على من غسله دمه وشيبه قطنه وساء في التراب كفنه، السلام عليك حسين، 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 وحسينا، حسين، حسين،
وحسينا حسين حسين. زيارة طويلة زيارة طويلة طويلة جدا جدا، مهما نقرأ فيها بعد مقصرين إلى أبو علي، مقصرين في حقه. يقول عطية رضوان الله عليه: ثم التفت جابر إلى قبور الشهداء، السلام على الأرواح التي حلت بفناء أبي عبد الله وأناخت برحله، أشهد أنكم قد أقمتم الصلاة، آتيتم الزكاة، أمرتم بالمعروف، نهيتم عن المنكر، أطعتم الله ورسوله حتى أتاكم اليقين. بينما نحن كذلك، يقول عطية، وإذا بسواد قد أقبل من ناحية الشام. سيدي جابر مولاي، سواد مقبل من ناحية الشام. قال: اذهب أيها الغلام وانظر، إن كان عمر بن سعد فارجع إلينا مسرعة لنتنحى عن القبر الشريف ونلجأ إلى ملجأ يمنعنا الأعداء، وإن كان سيدي ومولاي زين العابدين سيد الساجدين فارجع إلينا وأنت حر لوجه الله. خبرني وأنت حر لوجه الله. بعد راح عطية، وما أسرع أن رجع وبيده حجر يضرب بها على رأسه ويصرخ: وحسيناه. سيدي جابر، قم واستقبل حرم الله، قم واستقبل حرم رسول الله. هذا سيدي ومولاي زين العابدين قد أقبل بعماته بأخواته. هنا صورة، بعد أنقلك إلى صورة غير. أنت قلبك مشتاق إلى زيارة زينب لولا، إلى زيارة السجاد لولا. ها سادة مؤمنين، الله أكبر. هناك صورة لما اقتربت قافلة الحسين من كربلاء، يقولون من علامات المؤمن أنه إذا وصل إلى كربلاء ينكسر قلبه. أسألك زينب، شلون قلبها إذا؟ زينب تحرك قلبها، أحس قلبها بالمأساة، بالحزن، بالكآبة، وهي تلتفت إلى من معها من النساء وتقول لهن: ماذا؟ شنو تقول لهم؟ قولوا لحادينا، قولوا لحادينا يمر بالغاضرية، سلم على الوالي وننصب له. قولوا لحادينا يمر بينا على حسين. ليش يا زينب؟ قالت: نبغي نزور حسين ونشوف وندفن. وين شو بتسوين زينب؟ قالت: والله لروي قبر اخويا بدمعه، ويا ليت فوق القبر تحضرني المنية. السجاد اسمع زينب، صاح العليل ومدمعه بالخد مذروف: اكسب معانا اليوم يا نعمان، معروف مروا بعماتي وخواتي برض طفوف، قل فلع صيلك امر يا ابن الشفية. الله أكبر. فلاحت أرض كربلاء إلى زينب، قالت: قبر الشهيد ابن أمي، لاحت لنا أنوار قبر، عسى يا الوالي ما تنقطع. إي زينب ما انقطعت الزوار، وتزيد سنة بعد سنة وكلها تصرخ: لبيك لبيك يا حسين. هني صورة، بعد صورة أريد شوية من عندك دمعة، وأريد أقطع قلبك شوي. سامحني سامحني على هالكلمة هاي، لكن أريد أقولها إلك بإخلاص. واليوم إحنا إن شاء الله كلنا مخلصين في التعزية.
التفت زين العابدين عليه السلام إلى عماته إلى أخواته إلى الأطفال، قال أنا أمشي، موصلنا إلى كربلاء، أريد أمشي قدامكم وكلكم من خلفها، لا واحدة من عندكم تتقدم علي، أنا قيادتكم. فتقدم زين العابدين وإذا بسكينة حبيبة الحسين قد رمت بنفسها من على ظهر الناقة. التفتت إليها أمها الرباب، قالت بني أما سمعتي قول سيدي ومولاي زين العابدين؟ لا واحدة تتقدم علي. قالت أنا مو رايحة إلى قبر أبوي. وين رايحة إذن بني؟ وين قصدش؟ قالت أنا عندي عتب على أرض كربلاء، كيف بقي عليها جسد أبي الحسين 3 أيام لا مغسل ولا مكفن، أريد أعتب عليها. الله أكبر. فجلست سكينة على التراب وأخذت تحث التراب على رأسها وأخذت تحاكي أرض كربلاء، شنو تقول إلى كربلاء؟ وياها أبا سائلك يا كربلاء قبر الولي في وينه؟ أبا سائلك يا كربلاء قبر الولي في من يوم شلنا عنه يا محنة يا كفين. أبا سائلك يا كربلاء في وين قبر الوالي؟ وين قبر أبويا؟ وفي وين قبور رجالي؟ شالوا الأعادي بينا نسوى بلي والي. وين قبر أبويا؟ كان إنك تعرفينه. كربلاء ردت على سكينة؟ لا ما ردت. ردت عليها وش هالعتاب يا سكنة؟ هذا لسان حال أرض كربلاء. وش هالعتاب يا سكنة؟ من وين عندي مغسل؟ من وين عندي مكفن يغسله ويفصل؟ من وين حفار القبر يحفر إله ويعدل؟ من وين عندي حمولة عن تربه يشيلونه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جزاك الله خير على هالدمعة وهالمساعدة، والله يعودك على هاليوم بأحسن حال. فتقدم زين العابدين عليه السلام والنساء من خلفه، فاستقبله جابر. السلام عليك يا جابر. أنت جابر؟ قال نعم أنا جابر. فاعتنقه زين العابدين، قال يا جابر ها هنا سفكت دماؤنا وحسينا، هنا حرقت خيامنا، هنا سلبت نساؤنا. بعد يا زين العابدين اقرأ علي بعد مصيبة. قال يا جابر هنا جلس الشمر على صدر أبي الحسين ونحره. حسينا اختنق جابر بعبرته وأخذ يلطم رأسه، وحسينا حسين. وارتفعت الضجة. بعد ما أطول عليك زاد الحنين والبكاء. بعد ذلك بعد ساعة من الزمن وجابر يبكي واللي وياه ينوحون حسين. قال له يا جابر عظم الله لك الأجر، جزاك الله خيرا،
هلا تنحيت أنت ومن معك عن القبر الشريف عن القبور؟ لأن زينب عندها حسرة في حرقة إلى الزيارة تريد توصلها، فتنحى جابر ومن معه، فأقبلت العقيلة زينب أم المصائب معها النساء ورمت بنفسها على قبر أخيها الحسين، تمددت على القبر. زينب ما تقدر، ما عندها جلد تصرخ، لكن أنت تصرخ عنها. ها شنو قالت زينب؟ حسين ما أجابها، ما أجابها، ما أجابها. قالت حسين قالت حسين أنا زينب. يقولون اهتز قبر الحسين فأجابها من نحره لبيك زينب صاحبيها يا حزينة، وظل يحكي بمنحره يا اختي يا زينب دي خبري بهالمصاب اللي جرى. صاحت ونادت يا خويا يزيد راسك كسر. بعد زينب وسامع صوت الحسين غشي عليها، التممنا عليها النساء، رششنا عليها الماء، أفاقت من غشوتها، التفتت يمينا شمالا يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميت حسين؟ أبو يوسف، أبو يوسف ملا عطية تفضل، المعزين يبون يسمعون كلامك، شلون توصف زيارة زينب؟ قال نوب ان تقوم ونوب توقع. نوب تقوم ونوب توقع والدمع سيل يجري على خدها بس تصيح بالوقت. بعد ابو يوسف قال اهوات على قبره وبقت له تراب وعتيل وتصيح شوفوا باب قبر حسين لي. ظلت تنادي يا يتامى ويا نساوين إلى تراب القبر بدخل بنظر حسين، أبنظر تكفل لو بقى من غير وبسكن معه ولا ريد هالدنيا الدنيا. لو ردت يا حسين أفصل لك مصايب. إيه اقرأ وياي، ألطم ألطم مع زينب. لو ريدت يا حسين يوم ما يمكن أعدد يا شهيد ولا شهر علي ذاب جسم من السيرة وانعمت عين من السهر أعظم ابن زياد يا ابن أمي وشهر نبكوفيت وعلياه وقف الجد أمام نكسر راس لكن يا شهيد ما شف الذلة يا بعد أهلي مثل مجلس يا زين قوموا يسمون سكنة قوم هيسمون سكن عزيزتك سوم العابي انسحب كلنا بحابل وابنك انجرحت رقبيته وعلياه علي خويا خويا خويا
شمس وقد خيلتها وكم مدينة وكم بلد.